أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم Thank you.
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن وإن
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله